كنا سعداء النهارده في اللقاء دوت بالفعل، لان انا ببقى سعيد دايما وانا بسمع كل المقترحات وكل الشكاوى وكل الاسئله، لان احنا محتاجين فعلا ان احنا يبقى في نوع من انواع تبادل المعلومات بيننا وبين بعض عشان تبقى الرؤى كامله وواضحه بالنسبه للطرف. لا بالعكس، انا لسه بقول لسيد، انا عندي سياده الوكيل، انا عندي استعداد اقعد في جلسه دايري اكتر من 4 أو 5 ساعات، ما عنديش مشكله طالما في حوار نقدر ان احنا يبقى فيه فكر متبادل، ونحاول بقدر الامكان يبقى فيه استراحات ما يبقاش فيها هجوم. مساله ان احنا في قضيه معينه وعايزين نتناولها مع بعض، اكبر شيء ايجابي يوصل بيه لنتائج ايجابيه، وده بيفيد الطرفين، بيفيد المجلس والساده النواب، وبيفيدنا احنا كجهات تنفيذيه ان احنا في بعض الاحيان ناخد مساعده من الساده النواب في دويرهم عشان ندفع بالعمل اللي احنا كلنا بنرجوه خلال الفرحه المستقبليه. ربنا يخليك يا